tranquilo, loco. ياجي خليك حالكوك هادو غندور لهادو ان شاء الله صباح الخير مشاهدينا الكرام غادي نطرقوا لواحد الموضوع ديال السوق البيض بالجمله هاد السوق تعرف واحد الفوضى كبيره ديال العربات والشاحنات وحتى اصحاب الجمله يعني مستغلين هاد الطريق ديال البياضه بحال الشكل العشوائي وخاص السلطات يدخلوا ان شاء الله وغادي نحاولوا على السوق ان شاء الله تنشطبوا باش يعني حتى غنديروا له النظام حنا ان شاء الله هاد السوق يدير له النظام نحاول نقربكم من الصورة تشوفوا هذا فين حاط بعدا السلعة ديالو خلي هذوك اللي داخل ماشي مشكل شوف الفوضى اللي تعرف هاد السوق شوف هاد السيد فين حاط البيض ديالو يعني شوفوا شحال ديال الشاحنات معمرين الطريق مشاهدينا الكرام هاد السوق ديال البياضة خصو يكون فيه واحد النظام يعني ما فيش نظام نهائيا النظام من عدم في السوق خاص السلطات او المسؤولين على هذا القطاع ينظموا راسهم شويه بهذه الطريقه عشوائيه مشاهدينا الكرام يعني كيف ما كتلاحظوا معنا هنايا اختلاسات وتلاعبات واحتلال الملك العمومي من طرف ناس كيبيعوا البيض فعلا هما ناس كيبيعوا البيض ولكن راه محتلين الملك العمومي السيارات ما كنلقاو منين ندوزو تولى السياره هي غادا في اتجاه المعاكس هاي دخلت اتجاه المعاكس كما كتشوفوا معنا وايضا كاينين بعض التلاعبات كتسولوا على الاثمنه ما كيبغيش يقول لك حتى الامان لانه غيشوف مواطن يعني لاباس عليه غيبيع عليه البيض باش ما بغى دايرين ما بغاو هنايا اثمنه تلاعبات في الاثمنه فهاد الناس هادو الله يهديهم الله القاسم الله يهديهم اخويا مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا شحال الساعة تما؟ 7:15 ديال الصباح يعني ما غتضرب 10 ولا 11 12 راه ما غتقدرش تدوز من هنا لا بموطور لا بشي حاجة بداك الاكتضاض ديال صحاب هاد البيض يعني شوفوا هاد الهوندا فين واقف يعني شوفوا هذاك فين تيبيع البيض يعني واصل الشارع والبيض راه ما خافش يتهرس ليه ولا يدوز عليه شي طوموبيل كما كتلاحظوا شحال ديال الشاحنات وشو هاد السيارة وشوف فين حاط البيض وتيبيع فيه يعني خلاو على السوق ولا تيخرجوا على برا شويه غادي تلقاهم في ساحه ماريشال تيبيعوا البيض يعني شي قصيده اللي حل من طرف الجهات المعنيه تكون واحد الحمله كبيره على هاد الناس اللي كيبيعوا البيض هانتو شو الهوندا اش داير في خط مصور هانتوما هانتوما هادو خويا اغلبيتهم قتالة ديال المواطن المغربي والمواطن البيضاوي كيفاش قتال انهم شناقه يشريو البيض ويعاودوا فيه البيع ويطلعوا فيه الثمن ويربحوا فيه فلوس واموال طائله كتدخل لهم هادو قتاله ديال البيض وتيدو معاك بحال تيبيع الذهب يعني هادو شناقه ديال بصح يعني عشوائيه هاد السوق ديال البيض لا خديت هانتوما شوفو هاد الإخوان فين كيبيعو البيض شوف الخارجين كيبيعو البيض بعض المشاهدين الكرام خاص شوية ديال النظام في هاد السوق يكون واحد النظام باش تا المواطن اللي كياخد هاد الطريق ما يعيش العذاب نشوفوا شحال ديال الشاحنات فين مركونين
مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي هذا البث والى اللقاء.